السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنا عايز أعرف إمكانية الجهاز، ممكن تيجي على ماي كمبيوتر زي بي سي وتقوله بروبرتيز، فيجيب لك خصائص الجهاز بتاعك. يعني على سبيل المثال البروسيسور والرام والسيستم تايب وكل إمكانيات الجهاز، تمام، والإصدار والفيرجن والفيرجن سيستم المستضاف فيه. كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها هتلاقيها موجودة هنا، وتقدر تدخل على الديفايس مانجر فتلاقي كل الأجهزة اللي موجودة، فأي واحد فيهم تقدر تدخل عليه وتعرف كل الخصائص وتعمل أبديت كمان للدرايف لو انت حابب. طيب ممكن بعد كده تيجي هنا وتقول له أنا عايز تفتح الدوس، تمام. لو دوست على علامة ستارت وآر وتيجي تكتب مثلا سي ام دي اللي يخسر كومنت، تمام، وهتكتب سيستم انفو، سيستم انفو، وتدوس انتر. هيبدأ بقى لودنج ويبدأ يجيب لك كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها عن الامكانيات بتاعت الجهاز بتاعتك، تمام. ممكن برضو تدوس على الستارت ار ونكتب دي اكس دي اي اي جي، دي اكس دي اي اي جي، وتدوس انتر. فبيبدأ يجيب لك معلومات كاملة عن الجهاز بتاعك، ونكست بيج، فيجيب لك خاصة بالديسبلاي بالساوند بالانبوت. طيب ممكن برضو نفتح كده سيتنج، وهتروح على السيستم، هتلاقي هنا الامكانيات بتاعت الجهاز. لو دخلت على اباوت هتلاقي كل الامكانيات اللي انت محتاجها. طيب ممكن برضو تفتح هنا قائمة ستارت وتقول له سيستم انفورميشن وتدوس انتر، هيفتح لك برضو كل المعلومات اللي انت محتاجها عن الجهاز. مفروض كل الطرق دي هتديك نفس الانفورميشن ونفس المعلومات، تمام، مفيش اختلافات. مفيش مرة هيقول لك هنا ده رامات 8 وهنا رامات 12 وهنا رامات 15، هي نفس المعلومات. كل دي طرق عشان تقرأ نفس المعلومة.